وهي أنواع كثيرة، منها الشهادة بأحكام الله عز وجل على عباد الله، وهذه شهادة العلماء التي قال الله فيها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقد ذهب كثير من العلماء في تفسير قوله تعالى والشهداء إلى أنهم العلماء، ولا شك أن العلماء شهداء، شهداء على أي شيء؟ يشهدون بأن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ويشهدون على الأمة بأنها بلغت شريعة الله، ويشهدون أيضا في أحكام الله، هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب وهذا مستحب، هذا مكروه، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم. لذلك كانوا شهداء.